أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. البيرو تطرد سفيرة زائفة تابعة للبوليزاريو. أصدرت المحكمة الدستورية في البيرو حكمها النهائي في قضية خديجة المختار التي طردت من مطار ليما الدولي عام 2017 لانتهاكها الأعراف الدبلوماسية باسم الكيان الوهمي المعروف باسم البوليزاريو. ونقل موقع لوكوليماتو أن القرار تبنته المحكمة بالإجماع من قبل القضاة السبعة في الهيئة القضائية، ونشرته فيدرالية الصحفيين في البيرو على موقعها الرسمي. وكانت خديجات المختارة قد وصلت إلى البيرو كسائحة في 2017 بجواز سفر إسباني تحمل الجنسية الإسبانية، وشرعت في الترويج لمنصب السفيرة المزعومة.